وللحديث عن الحملة الإغاثية في مخيم دبيقة الأول جنوب شرقي الموصل معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله سيد الكريم، حياكم الله، مرحبا. دكتور، هل حدثتمونا عن تلك الحملة التي نفذتموها في عدد من المخيمات شرقي الموصل؟ هذه الحملة جاءت مع حلول فصل الشتاء. نحن قدمنا سلسلة من الحملات الإغاثية مع بدء فصل الشتاء في العراق، مع تقديم جهود إغاثية متواصلة، وتم تقديم العديد من الحملات الإغاثية خلال الشهر الماضي مع بدء سلسلة من الحملات الإغاثية الشتوي الذي تم الاتفاق عليه بين المنظمة وبين هيئة علماء المسلمين. كان من ابرز النشاطات التي قدمتها منظمه ام القرى للاغاثه الانسانيه وكذلك هيئه علماء المسلمين تقديم الجهود الاغاثيه الانسانيه بتوزيع الزي المدرسي على بعض المدارس في مخيمات الجيبز وكذلك في مخيمات الواطئه في الكلفه، ثم قدمت المنظمه في نفس المنطقه حمله اغاثيه بتقديم 750 زي مدرسي للطلبة في ثلاث مدارس متوزعة في دياليز وكذلك في مخيمات مرواقة في الكوسات الخالدية في محافظة الأنبار، ثم تم تقديم حملة إغاثية بتوزيع 550 من حمالية على العائلات النازحة لذوي الطلبة في تلك المدارس، وكذلك تم تقديم جهود إغاثية من قبل المنظمة في بغداد بتقديم حملات إغاثية بتوزيع منح مالية نعم حملة إغاثية في هذه النازحين خصوصا في بغداد، وتم تقديم جهود إغاثية في كركوك وكذلك في مناطق أخرى لأهلنا النازحين في المخيمات. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وتم تقديم هذه الحملة الكبيرة بتوزيع 500 حمالية على أهلنا النازحين من الموصل ومن محافظات أخرى من العراق، وكذلك العائلات التي تم طردها من المخيمات وتم توزيع 500 حمالية. دكتور، كيف في هذا المخيم، كيف تقيمون الاحتياجات الإنسانية في هذا المخيم وفي يعني تلك المناطق التي تقومون بالعمل فيها؟ هذا المخيم حقيقة له حالة خاصة، هذا المخيم بعيد جدا عن ثلاث محافظات، يقع في وسط ثلاث محافظات في منطقه حقيقه بعيده اداريا عن اربيل، بعيده اداريا عن كركوك، بعيده اداريا عن الموصل، ولذلك هم يعانون ظروفا مركبه من الحياه الماساويه الصعبه جدا. المنظمات هي باصلها كانت يعني لا تصل لهذا المخيم، سواء منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك القسم الإغاثي في علماء المسلمين، بالجهد المتعاون بينهما في تقديم الجهود الإغاثية لهذا المخيم برعاية خاصة مع كثرة الأعداد العائلات النازحة التي لجأت بعد طردها من المخيمات من الكركوك ومن الموصل ومن ديالى وكذلك من صلاح الدين، لجأت إلى هذا المخيم بشكل كبير جدا، مما ضاعف عدد العائلات في هذا المخيم، ولذلك هم حقيقة يعانون صعوبة العيش، صعوبة في إيصال الحملات الإغاثية لهم، لكن في منظمة أم القرى وهي علماء المسلمين نضع هذا المخيم في الأولوية في تقديم النشاط الإغاثي. نعم، ماذا عن النازحين الذين طردوا من المخيمات بشكل قسري؟ هؤلاء الذين يعني تم طردهم في عام 2020، في نهاية عام 2020 تم طردهم بطرد يعني عشرات الآلاف من العائلات لم تراعى فيهم الحالات الإنسانية والمأساوية التي يمرون بها عشرات آلاف العائلات من الأرامل مع عائلاتهم مع الطفل مع المرضى مع الحالات المأساوية الصعبة لم تراعى فيها ابدا، كان قرار حقيقه كان قرار سياسي بامتياز، لم تراعى فيها الجوانب الانسانيه ولم تقدم الظروف الماساويه التي يمر بها هؤلاء الالاف من العائلات، مما اضطرهم الى اللجوء الى بعض المخيمات التي استقبلتهم
مع توجيه بعض الجهات المسؤوله ان اي عائله تستقبل بعد عام 2020 لن يكون لها اي تخصيص ولن يكون لها اي دعم من قبل الجهات المسؤوله عن دعم وإغاثة المالحين. آلاف العائلات لجأت الى دور مهدمه، الى مزارع بعيده، والى ارض صحراويه، والى هياكل مهدمه، والى ابنيه قديمه جدا. وهؤلاء اضطروا الى هذه الاماكن وهم يعانون ظروف مأساويه صعبه جدا حقيقه. هذه الحاله المأساويه لم يلتفت اليها سوى قناه الرافدين جزاهم الله خير. يعني عاده يغطون هذه الحالات في تقاريرهم، وهم يعني هذا جهد مشكور لا يحسب بقدر. نعم، اشكرك جزيلا دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى.